مساء الخير يا حبايبي، كيفكم اليوم؟ ألمانيا ستتجه لتقليص المساعدات لطالب اللجوء، خطة جديدة الهدف منها تقليل عدد اللاجئين. قال وزير المالية الألماني أن ألمانيا ستتجه في العام المقبل إلى تخفيض المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها اللاجئ. واعتبر الوزير أن المساعدات الاجتماعية اللي بتتقدم للاجئ هي جذب اللاجئين للتوجه إلى ألمانيا. والخبر هون أصدقائي، لتفاصيل زيادة بتروحوا على أخبار هولندا 24. كل تحية الأستاذ وائل نجيب. الخبر التالي أصدقائي، مطار بيروت إلغاء أكثر من 30 رحلة من بيروت وإليها. أعلن مطار بيروت اليوم عن إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها، كما أوضح الموقع بإلغاء رحلات كشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والتركية. أصدقائي كمان هون التفاصيل من أخبار هولندا 24. الخبر التالي أصدقائي، زيادة التأمين الصحي. تنوي شركة التأمين الصحي DSY رفع قسطها الأساسي بمقدار 9.5 يورو ابتداء من العام المقبل، يعني سيصبح التأمين الصحي لديها ويرتفع إلى 158.5 يورو شهريا. والخبر هون أصدقائي. أصدقائي بعض الأسئلة يلي بيقدم لجوء بالمطار بيستقبلوه، يعني ما توقف اللجوء بهولندا أصدقائي. يلي بده يجي على المطار أوكي أو عن طريق المطار ويقدم لجوء بالمطار، فالأغلب راح يقول لك روح على تير أبل وقدم لجوء بتير أبل. تمام أصدقائي، من أصحاب التجارب اللي إجوا عن طريق المطار يحكوا لنا تجربته أصدقائي. في سؤال تاني، بعد المقابلة التانية إيما تجي الموافقة، موافقة الإقامة؟ ما في وقت صراحة، هلا بالوقت الحالي هلا ما في وقت، شهر شهرين ثلاثة أربعة، في ناس إلى 5 شهور، في ناس خلال شهر خلال أسبوع، ما في وقت محدد الصراحة. من أصحاب التجارب اكتبونا تحت بالتعليقات أصدقائي، الله يسعد لك أوقاتكم. ورح أذكر 3 أسماء كالعادة، سناء سلام، حمادة وسيف العراقي. كل تحية لكم متابعين وتحياتي للجميع.